السلام عليكم بنات، نهار جديد، فيديو جديد كيعودكم. اليوم غنشارك معكم واحد الفيديو ديال مشتريات من اكسيون. بنات، اكسيون هي اللي ما تعرفهاش واحد المجازه عندنا هنايا في فرنسا رخيصه، يعني ما كاينش شي ارخص محل تقريبا، هي ارخص محل. والمشكله ماشي المشكله، والحاجه الزوينه اللي فيها انك كتلقاي عندهم الكاليتي، يعني ماشي غير رخا وداكشي عيال، لا الحاجه زعما تشريها من عندهم عمليه وزوينه. وكنحاول بغيت نشارك معكم وخليت باش نعطيكم حتى الاثمنه. كي كتشوفوا البنات، هذه انا استعملتها خساره، رحت الكرتونه ديالها، هذه شريتها غير البارح، الا لاحظتوا فيها خمسه القريعات، كتجي على هذا الشكل. يا اما تحطيها ديكور في الكوزينه، ولا تقدريني تديري فيها العطريه. هذه نوريكم البخي ديالها البنات، ماشي غاليه كي كتشوفوا، الا شفتوا معايا كدير 3 اورو، 2.99، يعني بحال 30 درهم، ثمن جد مناسب. هاد الفازلين البنات تاع الشفايف، هادشي كامل اللي غنوريكم غير من اكسيون، كيخلي كيرطب وميم طون كيعطيك هذاك اللون الغوز في الفم، كيبقى الفم ديالك غوز. البنات هذا بالنسبه للبنات اللي هنا ولا في بلجيكا هولندا، ما عرفتش الالمان فيها اكسيون ولا لا، المهم اسبانيا ما عندهمش اكسيون، ولكن كاينه في بزاف الدول، راه زوينه، كنتمنى تشريوه. الثمن ديالو الثمن ديالو غير 78 سنتيم، يعني رخيص. فازلين سالات ليا كنستعملها في الوصفات، كي كتعرفوا دابا الصيف كنرطب بها الرجلين ديالي. شوفوا شريت هادو زوينين البنات، هاد ليمون اصلا انا عندي 6، وهاد الباكي كيكونوا فيها هكا 4 ديال البياس، كيف كتشوفوا زوينين، تجي فيهم كيكه حريشات، تقدر تستعملوهم بزاف د الحاجات لي طارت. شوف هادو البنات الثمن ديالهم، هما هادو 1.99 كي كتشوفوا، يعني بحال 20 درهم. ها هما خديت هادو الوليدات الصغار، راهم ديال السيليكون، احلو معاكم. كديروا فيهم بحال تديروا ليمون حامض، ما كيولي هكا كلاص ديال الثلج كي كتشوفوا في التصويره، ولا الماء وشي سيرو، ها كيجي زوين البنات. وغير خاص كيديروا كيديروا ان اورو شي حاجه، بقى نعقل نبقى نقلب ليكم كيديروا. ها هو مول كلاص كيدير 1.66 كي كتشوفوا، يعني بحال شي في المغرب 300 وشي حاجه، في 4 بياس كي كت... ها هما في 4. خديت هذا، انا هاد الشيء حاطينه جديد، زعما ان هاد الشيء ديما كيكون، بحال دابا هذا جابوه جديد، هاد الفازلين اول مره نشوفو عندهم، كنشوفو غير في الانترنت، وهو وبثمن زعما غالي جابو كي كتشوفو. هادو فيهم جوج الالوان، فيهم هذا الفيولي وهذا الخضر، انا خديت هذا ماشي خضر، بحال تيغكوا بحال هكا، هذا حتى هو كيدير غير انو شي حاجه البنات.
كيدير 1.19 بحال شي 10 درهم في 500 مليلتر يعني نص سترو زوين. خديت هاد العيبه فراشه هذه كتحطيها هكا في الجرده ومع البرد كيبقاو هاد الفراشات يلعبوا، كاينين ببوشات كاينين فراشات كاين بزاف د الحوايج. خديت هاد لي لونب حتى هما ما غاليينش ديال الجرده كيخدموا بالطاقه الشمسيه باش نوريكم. كي كتشوفوا تيخدم بلا حجر بلا شارجور كيبقاو هكا كيعطيو الضوء ملي كتكون الشمس كيتشارجاو وكيبقى كيبقى الجرده ديالكم ولا عندكم بالكون فيه محبق ولا شي حاجه راه تيبقى زوين تيعطي اضاءه زوينه. وخديت هادو لي ستاتيو باش كتحركوا البنات، انا حيت كنخدم غير بهذا الشيء باش ما كيتقشروش لينا المقلات. هادو تيديروا شي 80 سنتيم بحال هكاك ما كنواصلينش ل 1 يورو. حتى هادي ملي كتكوني هكا كتقلي باش كتصفي ما كنتي دايره شباكيه ولا شي حاجه، انا عندي مسطحه وخديت هادي بحال هكا غارقه حتى هي رخيصه ما كاملاش 1 يورو. سبارادرا البنات للدراري الصغار تدير هادي 46 سنتيم كاملاش 5 دراهم، قولي 5 دراهم بحال هكا. خديت هاد السيبور البنات اللي انا كنصور به باش نجي التيكيته شفتو هو اللي دابا كنستعمل حيت السيبور الاخر اللي كان عندي كي انا ما تنبينش وجهي هو عالي كيبين ليا بزاف. هاد السيبور البنات نقول لكم البري ديالو غنبقى نقلب لكم هنا لا شي لا ايوا صافي هادشي اسمو لا ما كاينش فهاد التيكيت البنات. المهم البري ديالو كيدير شي واقيلا 2 يورو بحال هكا، 2 الاورو وشي لعيبه ولا ميم با بحال هكا ما عقلتش. المهم ماشي هاد التيكيت ديالو. خديت هادو البيرو اللي كيتحطوا فيهم لو دوسي وخديت هادو اللي كتشوفوا كي كتشوفوا هاد المقله ماش كيتبان لكم. خديت هاد المقله ديال الطيفاله البنات هادي ما شريتهاش من اكسيون، هادي شريتها من كارفور زوينه تدير 45 اورو البنات ثقيله وكبيره ما عرفتش واش كتبان لكم هنا. انا كنشري هادو حيت عندي بلاك ما كيطيبش ليا على ما كيطيبش ليا على اي ما كيقراش ليا اي مقله خاصه ضروري تكون انديكسيون. هادشي علاش كناخذ هاد المقالي وانا عندي منهم بصراحه ما كنستغناش عليهم ثقال. ها كنوريكم باش نديرش اشهار لطيفال. هادي شريتها من اكسيون على قبل المقله اللي خديت من كارفور البنات كي كتشوفوا لقيت هاد الغطاء جا قدها هاد الغلاقه. هادي شدير 94 يعني 50 درهم. هذا راه زاج وهذا سيليكون كتلقيت زعما القياس ديالها كي كتشوفوا وفيها هاد باش زوين تيغطي لك ثلاثه المقاسات 24 مقاس 24 26 28 وانا المقله ديالي 28 كبيره. كي كتشوفوا البنات ما خبيت عليكم حتى شي حاجه وكنصحكم تشرو من اكسيون راه حيت راها زعما اقتصاديه للجميع. وكنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وخليتكم على خير الى الفيديو القادم وفلوق جديد. السلام عليكم في امان الله.